افتتح محافظ مطروح خالد شعيب مسجد عباد الرحمن بقرية المثاني البحرية. يأتي هذا في المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتابعة لمدينة النجيلة غرب مطروح بتكلفة بلغت 1,000,000 جنيه. بنبارك لأهلنا في قرية المثاني التابعة لمدينة النجيلة بافتتاح بيت من بيوت الله ومسجد عباد الرحمن. هذا المسجد المبارك على مساحة 250 متر بتكلفة بلغت 1,000,000 جنيه بجهود الذاتية من أهل القرية، بارك الله فيهم، وتم الفرش من وزارة الأوقاف. إن شاء الله يكون هذا المسجد مسجد مبارك ونافع لكل أهالينا في قرية المثاني، هذه القرية الغالية على قلوبنا جميعا من مدينة النجيلة.